أثابكم الله. يقول السائل: أرسل رسالة من الجوال لبعض الأحاديث ويقول في آخر رسالة: انشره ولك الأجر، هل يعتبر هذا من التعاون على البر والتقوى؟ إذا كان الحديث صحيحا وذكرت المصدر الذي أخذته منه فلا بأس بذلك، مع أن هذا ما هو من وسائل الدعوة، هذا يعرض الحديث للامتهان وعدم المبالاة به، ولكن ما نقول إن هذا حرام ما دام الحديث صحيح وذكرت المصدر الذي أخذته منه. نعم.